خويا روح معايا يا ربي. اسم ديالي عبد الله، واحد من الساكنين في قطاع النهضة، النهضة العيايدة. حنايا من الناس اللي ولينا مضطرين بسبب هاد المكاب ديال النفايات، بسبب انه كيتجمع الازبال هنايا بزاف، وحنايا ما عرفناش كل اللي بالضبط كيفتح اشعال النار. بعض الاقوال تيقولوا بان اصحاب النظافة تيغلب عليهم الشارج هنايا وتيقوموا تيحرقوا النصف والنصف الاخر تيديوه، وبعض الاقوال عاوتاني تيقولوا باللي راه شي وحدين اللي كيكونوا تيبغيو الحديد او النحاس هما اللي تيسبوا في هذا الاشتعال ديال العافيه. وحنا هذا المشكل هذا خصو يتحل جذري، حنا ما بغيناش نبقاو نضربوا حتى شي طرف وما بغيناش نضربوا حتى شي جهه، كل واحد تيدير المجهود ديالو على الاستطاعه ديالو. بالنسبه للمسؤولين حنا كنتصلوا بهم وكيكون معاهم استجابه، ولكن كتكون ديك الاستجابه فرديه، حنا بغينا شي استجابه اللي تكون على 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 الجهه باش كلهم انهم يتدخلوا في هذا المشكل هذا ويحيدوا لنا ويسووا لنا الوضعيه ديالنا هي بالنسبه للازبال وبالنسبه للدخان حتى هو. شو الضرر تدير لكم هذه البلاصه؟ هذه الضرر ديالها ان الدخان راه حنا حوايجنا ملي كنشربهم كيكونوا كحل في الصباح، تلقاهم كحل، وفي الصباح عاوتاني فاش كنبغيو نديروا غير الرياضه شويه نتفرغوا شويه راه كندوروا على هذه الجهه ديالنا حنايا كيبقى نشموا على الريحه. تقريبا هذا المشكل هذا راه جاي تقريبا اكثر من 4 سنوات. حنا كنا ديجا درنا شكايه للجامعه وكنا درنا شكايه للعماله وكان استجبوا معنا يعني جاو داروا عاوتاني ديك الحركه ديالهم انهم نطفوا المكان، ولكن عاوتاني من بعد رجع الامور رجعت كيف ما هي. لعبوا نشوف الحاله كي دايره هنايا الحمري، اش غادي يلعب؟ تيلعبوا تيتكرفصوا تيجيبوا معاهم امراض، تيجيبوا معاهم كاين كلاب هنايا الضاله كتعض لنا في الولاد هنايا، ما يمكنش ما عندناش حنايا كاع شي بلاصه فين نلعبوا في هذه الجهه هذه. انا رسالتي كنبغي المسؤولين انه يكون واحد التدخل على صعيد الجهه، ويكون التدخل ما بين العامل والجماعه باش يسويو لنا هذه الوضعيه هذه اللي هنا، لان الاخر المنتخبين ولا السلطه القائد ولا المقدم بوحده ما كافيش، يدير واحد المجهود اللي هو فردي اللي تنشكرهم عليه، ولكن راه ما تيستجبش لمتطلبات الساكنه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.